البعض منهم في ملعب إليس بارك وعاد بهذه الانتباهات. إن شاء الله نشرف الجزائر ونشرف العرب، وإن شاء الله عندنا منتخب قوي ومنتخب شاب، وإن شاء الله نقوموا بالواجب إن شاء الله ويقوم سعدان إن شاء الله. إحنا عندنا ثقة كبيرة في سعدان إن شاء الله. إحنا في الماتش مقابلات الودية نخسر غير بثلاثة، ربي إن شاء الله في المقابلات الرسمية نربح غير بثلاثة، ربي إن شاء الله. نشكر الجزيرة الأولى اللي بعثتنا هنا إن شاء الله، غدوة رابحين 2-0، وبربي إن شاء الله تكالي فيها ودوزيام تور، وعندنا ثقة كبيرة في الشيخ سعدان، وإن شاء الله 2012 و2014 نكونوا خير منك. بارك الله فيكم. وللحديث عن وقائع اليوم الثاني من مونديال جنوب إفريقيا ينضم إلينا هنا في الأستوديو محلل الجزيرة الرياضية مايكل لاودروب، نجم الكرة الدنماركية ولاعب الريال وبرشلونة وكذلك مدرب خيطافي سابقا. أهلا بك في استوديو حصاد المونديال. سنعود ربما للمباراة الحدث وقائع